صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين ينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا هند وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. يوم جديد ان شاء الله يا رب يكون كله خير وامل وسعاده والتفاؤل وطاقه جديده نقدر ان احنا نواجه بيها كل التحديات الخاصه بالمجتمع. دايما من خلال مصر جميله بندور معاكم على كل حاجه حلوه وعلى كل حاجه ايجابيه نقدر من خلالها بالفعل نغير كتير جدا في المجتمع ونتقدم في كل المجالات دايما يا رب ان شاء الله. واعتقد ده هدفنا في الفتره دي يا هند. اكيد هو هدفنا من ساعه ما ابتدينا البرنامج ان احنا صحيح. بنقول مصر جميله في شتى المجالات، مصر جميله في كل حاجه، مصر جميله احنا اللي بنخليها جميله ورؤيتنا للمواضيع هي اللي بتفرق، يا اما بتبقى ايجابيه يا اما بتبقى يعني غير إيجابية. فإحنا اخترنا الرؤية الإيجابية والتنمية في المجتمع من خلال فقراتنا اللي إحنا بنقدمها لحضراتكم في مصر جميلة. صحيح. قبل ما نلتقي مع فقراتنا النهاردة هنطلع مع حضراتكم ونشوف تقرير لزيارة السيد الرئيس بالأمس لبيلاروسيا. ووصل بالأمس السيد الرئيس ودي بتعتبر أول زيارة رسمية لرئيس مصري لبيلاروسيا، وطبعا ده من خلال القوى الناعمة لمصر إن إحنا بنحاول إن إحنا ننتشر ويكون لينا تواجد في كافة دول العالم. بالتاكيد ودي طبعا مش اول زياره يقوم بيها الرئيس للعديد من الدول اللي بالفعل بتعد زياره لرئيس مصر لاول مره فيها. زي ما بنشوف بالفعل هناك العديد من الدول اللي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها، وكانت الزياره الاولى لرئيس مصري لهذه الدول، وده كله يعني بيعتبر مؤشر لشيء مهم جدا، تواجد مصر بين دول العالم كافه وتواجدها في رؤى خاصة بالتنمية وخاصة بأوجه التعاون الاقتصادية بصفة خاصة جدا، لأننا بالفعل بنشوف حرص كبير جدا من السيد الرئيس على مقابلة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين مصر وما بين مختلف الدول، خاصة في الفترة دي محتاجين جدا إن احنا ننمي اقتصادنا، وبالفعل ده اللي بيحصل من خلال التعاون المشترك بين مصر وغيرها من مختلف الدول، وده اللي حدث بالفعل بالأمس. نشوف ونتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن الزيارة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، ونرجع مرة تانية علشان نشوف فقراتنا معاكم النهاردة في مصر جميلة. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث توجه سيادته إلى النصب التذكاري بالعاصمة
كما التقى السيد الرئيس بمقر إقامة سيادته رئيس الوزراء البيلاروسي سيرجي روماس، حيث تطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما التقى السيد الرئيس ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبريات الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وفقراتنا النهاردة متنوعة، بنتكلم على كيفية استغلال الأجازة الصيفية، وخاصة ان احنا عايزين نخليها مفيدة بالنسبة لكل شبابنا واطفالنا. كتير منهم قبل اول ما بياخد الأجازة اول حاجة بتحصل يبدأوا يصحوا متأخر، يبدأوا يقعدوا اكتر على السوشيال ميديا، يبدأوا يتفرجوا على افلام ومسلسلات، وننسى فكرة الرياضة تماما او تنمية المهارات والقدرات. عايزين نستغل الأجازة الصيفية بشكل إيجابي جدا لكل شبابنا، وده هيكون من خلال الأفكار اللي هتديها لنا مع حضراتكم النهاردة دكتورة هبة دهب استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وأعتقد إنه ده حديث هيهم الكثيرين. صحيح، خصوصا الأمهات. طبعا اللي يعني بيجدوا إن فترة الأجازة الصيفية دي بيبقى فترة فيها تعب شديد جدا، الولاد خلصوا امتحانات قاعدين في البيت ليهم متطلبات خاصة، فأعتقد إن شاء الله كلنا نستفيد من هذه الفقرة ومن كل المعلومات اللي موجودة فيها النهاردة. كمان معاكم في مصر جميلة نتكلم عن موضوع مش جديد، لكن موضوع بنتكلم فيه على طول، والأحداث كلها بتؤكد دور المرأة في تنمية المجتمع بشتى المجالات، وإزاي بالفعل تواجد المرأة المصرية بيكون عنصر أساسي من عناصر النجاح. تنمية المجتمع ودور المرأة في المجتمع من الموضوعات المهمة هنناقشها النهاردة، ونتعرف لها الجديد عن مشاركة المرأة المصرية، وده هيكون من خلال لقائنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذة سهام الزعيري للحديث حول هذا الموضوع. دي فقراتنا اللي هنتقابل فيها مع حضراتكم النهاردة، ناخد فاصل ونرجع على طول عشان نبدأ أول لقاءاتنا. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.